عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد في قناتكم كوكينغ شانل. كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم. اليوم جبتكم وصفه جديده اللي هي الكعبه الفاسيه. المقادير اللي غنحتاجو، غادي ناخذ اللوز غنديروه في الماء سخون على ما يبدل شويه، من بعد غادي نقيوه وغادي نطحنوه باش نحصلوا على العجينه ديال اللوز. غادي نضيفوا له معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيفوا 50 غرام ديال الزبده، وجوج معالق كبار ديال الماء الزهر، وغادي نضيفوا السكر الحره، وغنخليو العجينه. وغادي نمشيو للعجينه ديال الدقيق اللي غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الدقيق، وجوج معالق كبيره ديال الماء الزهر، جوج معلقات كبيره ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه صغيره ديال الملحه. وغناخذو صفر بيض، وغادي ناخذو الماء، وغادي نخليو العجينه ترتاح شويه. ومن بعد غادي كما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي ناخذ العجينه ديال اللوز، وغادي نحطوها فوق العجينه اللي درناها باش كتعطينا كتغزال. كما كتشوفوا معايا في الفيديو، تبعوا الفيديو حتى للاخر وشوفوا المراحل كيفاش كنحطو كل حاجه. كما كتشوفوا معنا كنحطو العجينه ديال اللوز فوق العجينه كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه حيت غتعجبكم بزاف، وكلشي كيعرف يطلع بغزال. لا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، وشكرا بزاف للناس اللي تفاعلوا معايا في الفيديوهات، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. ولا اللي كي اول مره كيشاهد معايا الفيديو ما ينساش يتابعونا عندي، وشكرا لكم بزاف. نتمنى انكم تكملوا الفيديو، يجي مذاق بنين بزاف بزاف. نستمر بنفس العملية كما شفتو، كنضيفو فوق منها العجينة ديال اللوز اللي كنصوبوها كويرات كما كتشوفو. وهاد الطريقة كيجينا كغزال اللي كنسميوه حنا فاش كعبة الفاسية. كنتمنى من الناس ديال فاس اللي كيشاهدوني يديرو لي جيم، نتمنى غيعرفو هاد الطريقة، حيتي بزاف الناس ديال فاس. كيما كتشوفو وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا تديرو لي لايك.